وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يعني ما الذي أدخلنا الجنة؟ قالوا إنا كنا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا. اسمع، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ايش كانوا يعملوا؟ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إني لأشعر أن عمري بعد فرقتكم هباء، أو لستم ماء الحياة وأنتم هذا الهواء. إني لأشعر أن عمري بعد فرقتكم هباء، أو لستم ماء الحياة وأنتم هذا الهواء. حين يكون الناس في حر شديد، حين تكون الشمس بمقدار ميل أو ميل، حين يكون الناس كلهم في عرقهم، فيبقى المحبون في الله في ظل عرش الرحمن. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.